السياسية لعين هذا ولعين هذا. حتى ولا توصل اليوم. إن الصف الزمني في 3 دقائق. كم مرة يقول شو كل يوم الكلمات إنش كل كيف تبعت. باش نتمنى من بعد يكون واحد تجاوز. شكرا سي. كي يجمع أعضاء مجلس الجهة ببرلماني و. برلماني بالغرفتين الأولى والثانية، والسيد الوالي والسيد العمال اللي حاضرين معنا، هو لقاء تشاوري لرسم العلاقة ما بين مجلس جهة الشرق والمنتخبين الكبار في هذه الولاية. اليوم هذا اللقاء هذا باش نوضحوا طريقة العمل اللي غادي تكون تشاركية مع المنتخبين، ولا سيما السادة النواب البرلمانيين والمستشارين، لأنهم هما اللي غادي يكونوا المحامين ديال الجهة باش يدافعوا الجهة في الملفات الكبرى. اليوم بغينا نوحدوا الرؤية باش يكون ملفات بيناتنا مشتركة. يعني اليوم كيكون الهاجس ديالنا هو المصلحة ديال جهة الشرق، وفي نفس الوقت كندعو جميع الحضور لحضور اللقاء المهم اللي غادي يكون يوم 18 مارس 2003 بمدينة الناظور، اللي غادي يكون بمناسبة الذكرى 19 للخطاب التاريخي لصاحب الجلالة بمدينة وجدة بجهة الشرقية. هذا الخطاب اللي أعطى تصورات وأعطى الخطوط العريضة لليوم. الحمد لله بفضل الخطاب ديال صاحب الجلالة اللي هذه 19 سنة كانت عنده رؤية ثاقبة للجهة، اللي اليوم الجهة تغيرت من جميع النواحي، البنية التحتية، الاقتصادية، الظروف المعيشية. يعني 19 سنة ديال النماء، 19 سنة ديال التطور. اليوم غادي إن شاء الله، يعني هذه مناسبة باش نذكروا الجميع اللي غادي يكون حاضرين، واللي غادي يكونوا حاضرين فيه واحد العدد كبير ديال المقاولات، غادي يكونوا جميع الممثلين ديال لا سي جي ام بجميع الفيدراليات ديالها، غادي يكونوا ضيوف أجانب، غادي يكونوا منتخبين، غادي يكونوا مقاولات لتسويق للجهة. لأن اليوم الجهة كتعرف بناء واحد المشروع كبير، وهو ميناء غرب الناظور المتوسط اللي غادي يكون القاطرة ديال الجهة، وهذا مشروع ملكي كبير اللي غادي إن شاء الله غادي يعطي دفعة كبيرة. اليوم بتنسيق مع السيد الوالي والسادة العمال ديال صاحب الجلالة نرسموا طريق وخطة جديدة لتصور متكامل ومتناسق مع البرلمانيين والمنتخبين ورؤساء الجامعات، باش نخدموا كلنا في اتجاه واحد، ألا وهو صالح ديال جهة الشرق. وشكرا. فاطمة نائبة برلمانية عن جهة الشرق اسم حزب الاستقلال، كانت واجدوا اليوم في هذا اللقاء توسلي اللي دعا عليه السيد رئيس مجلس الجهة، واللي اجتمع فيه السلطات المحلية كذلك والمنتخبون بجميع مشاربهم والبرلمانيين المستشارين كذلك أعضاء مجلس الجهة ورؤساء غرف إلى غير ذلك. طبعا الحال نحن نتمنى هذا اللقاء لانه يصبو الى واحد المبتغى اللي هو العمل التشاركي، العمل الجماعي ديال جميع المقومات السياسيه وكذلك المقومات المجتمعيه من اجل بطبيعه الحال النهوض للجهه الشرقيه ككل. وبطبيعه الحال تم سرد مجموعه ديال المشاريع ومجموعه ديال الامور اللي كتبتغي الجهه تنزيلها في ارض الواقع. كان هناك مشاريع التي انجزت، وهناك مشاريع اللي هي في طور الانجاز، وكذلك مشاريع مستقبليه كتحتاج لواحد الترافع اللي هو مهم. وكنشوف لان لا السيد الرئيس ولا السيد الوالي نعتوا البرلمانيين والمستشارين باعتبارهم انهم محامو المنطقه الشرقيه، وهذا بطبيعه الحال هما اللي والمحامي هو اللي عنده هذيك الملكه ديال الترافع على القضايا المجتمعيه والقضايا اللي المفروض انها ان شاء الله ترتقي من هذه المنطقه. وكذلك احنا كان عاد نترافعوا ان شاء الله الكريم على مجموعه مشاريع، وكذلك من اجل استثمار، من اجل بطبيعه الحال تشجيع المستثمرين انهم يستثمروا لنا في الجهه الشرقيه. كنشوفوا بلي ان الجهه الشرقيه دابا ولات واحد المنطقه اللي هي مهمه وتحظى باهتمام مهم جدا، سواء الاهتمام مولوي، سواء اهتمام نتاع الحكومه، سواء اهتمام ديال المنتخبين ديال الجهه. وكنتمنوا ان شاء الله الكريم ان هذاك الشيء يتنزل في ارض الواقع، باش ممكن اننا نقدروا نلمسوا شيئا من الانتعاش سواء اقتصادي، اجتماعي، ثقافي في الجهه الشرقيه، لان الجهه الشرقيه للاسف
شديد كتعاني واحد الازمات اللي هي مهمه تا ازمات اللي تراكمت عليها لمده سنين معينه وحنا دابا اللي زادت زكاتها او اكدتها او شويه زادت فيها الكورونا الكوفيد الجفاف نمو اقتصادي ماشي سريع يعني بزاف ديال الامور اللي كنتمنوا ان شاء الله الكريم انها وكاين مشاريع واعده في الحقيقه اللي سمعنا لها في الداخل في القاعه واللي ان شاء الله الكريم سوف تنعكس ايجابا على 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 كذا على المجتمع نتاع الجهه الشرقيه وكذلك الاراده القويه بالنسبه للحكومه ولاول مره حنا كنشوفوا كاين بعدا واحد الانسجام في الحكومه ان شاء الله كاينه واحد الاغلبيه حكوميه منسجمه اللي بطبيعه الحال الهدف ديالها والمبتغى ديالها هو الارتقاء بالبلاد ديالنا ككل والجهه الشرقيه بشكل خاص. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد تحتوح نائب برلماني عن فريق التجمع الوطني الاحرار دائره الناظور. اذا اليوم حضرنا في هذا الاجتماع اللي دعا عليه السيد رئيس مجلس الجهه واللي جمع فيه برلماني الجهه بغرفتيه وكذلك اعضاء مجلس الجهه خاصه اعضاء المكتب ورؤساء اللجان بحضور السيد العمال والسيد الوالي واللي كان موضوع اللي تناولنا فيه كيفاش يمكن لنا نشتغلوا كاملين كفريق واحد للترافع على القضايا اللي كتعيشها جهات الشرق والدفع بتنميتها. والحمد لله يعني كان سواء التدخلات ديال السادة الوالي والعمال ورئيس الجهة ولا السادة النواب كان فيها التعبير على الاستعداد للعمل كفريق واحد لأنه احنا كنتقسموا الانتماء لهذه الجهة وكنتقسموا الثقة ديال المواطنين وكنتقسموا الهدف ديال التنمية وبالتالي لابد أننا خصنا نشتغلوا كفريق واحد مع العلم بأنه فوقاش ما كان يعني التعبئة والانخراط ديال كل المتدخلين كل من موقعه برلمانيين رئيس الجهة السلطات إلا أنه غادي نتمكنوا من التغلب على مجموعة من الصعاب ومجموعة من المشاكل اللي كتواجه ساكنة جهة الشرق خاصة وأن هذه الجهة لها إمكانيات ومؤهلات جد مهمة ولكن في نفس الوقت كتعيش تحديات وصعوبات ونتمنى أن هذا اللقاء إن شاء الله أن هذه النية اللي عبروا عليها كاملين أنها غادي تستمر وما غيكونش هذا اللقاء يعني واحد لقاء عابر ظرفي غتكون لقاءات أخرى وغيكون التنسيق وغيكون العمل المشترك وغيكون التعاون لأن بهاد الأساليب الجديدة ديال التعاون وديال التنسيق الجهود غادي نتمكنوا إن شاء الله من تحقيق تطلعات ساكنة جهة الشرق وتحقيق التنمية بهذه الجهة اللي ساكنتها تتطلع إلى الأفضل وتنتظر منا شيء الكثير. شكرا.